هو بالعادة البيوري لما تنعمل بنحط فيها زبدة، بنحط فيها كريمة كرمالتها حتى تطلع دسمة وطيبة. هيدي اشتغلتها بطريقة هلسي شوي، يعني حطيت زيت زيتون بدل الزبدة، ما حطيت فيها كريمة، خليتها خفيفة ما تكون، لأنه هي بحد ذاتها البطاطا تقيلة، فخليت أنه الزيت يخففها شوي، خليها تكون هيك فلافي. استعملت قشر البطاطا، قشر البطاطا قليته مثل الشيبس، عفوا عملته بالفرن مثل الشيبس وحطيته على حطيته على البيوريه هي قرمش يعطي قرمشة. وعم بعمل ماني مجهزهم، انا عم بعمل دغري لايف بليتنج اذا بدك قدام العالم، وعم بدوب جبدي، عم بدوب جبنة على وجهه دغري لايف. عم نعمل يعني اللمس اللي عطينا انه هيك عم نحاول نعمل شوية تفاعل مع العالم.